معالي السفير السعودي. لا سلامات قدامك العافية. سلمي عليك. لازم بدك تتعلم بس. لا بدك تتعلم إن شاء الله. طهور نور إن شاء الله. ما تشوف شر. الله يسلمك. هلا يا أبوي. هلا وسهلا. شلونك؟ حياك الله طيبين. ما شاء الله شكلها النشمي. رجال ما شاء الله. اي عرف كيف رجال الله في على نفسه. ما شاء الله عليك شيخ. الله يوفقك ان شاء الله ويردك سالم حالك. طيب شلونك غازي؟ طيب جاز لك الثلج ولا ما جاز لك؟ لا والله ما عندك. الله يعطيك العافيه. والله الله يسلمك. ونشكر خادم الحرمين الشريفين عمر بن سلمان بن عبد العزيز وولي عهد اخر امرك محمد بن سلمان. والله يعطيكم العافيه. والله الحمد لله على سلامه الابن غازي. وانت يعني ان شاء الله قدامك العافيه وتطلع بالسلامه ان شاء الله. ومولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد دائما حريصين على المواطن السعودي في كل محل في الداخل وفي الخارج. وان شاء الله انك انت طيب وقدامك العافيه ان شاء الله. ان شاء الله تامر شيء؟ ناقصك شيء؟ تحتاج شيء؟ يعطيك العافيه. والله ما قصرت. الوالده شلونها؟ الحمد لله. بس انا مطمنة عليك. بس الحمد لله اموره طيبه جدا. الحمد لله. وبشرك هو اليوم عنده خروج الحمد لله.